هاي. فنلندا من البلدان الأوروبية المعروفة بالتركيز على حقوق الإنسان والشفافية، لهيك صحافتها تعتبر الأكثر حرية بالعالم، وبحسب Transparency International تعتبر فنلندا البلد الأقل فساداً بالعالم من سنة 1998 لحد اليوم. ممكن نشوف الأورورا بورياليس خلال الربيع، الخريف والشتاء بلابلند وغيرها من المناطق بفنلند، وتعتبر موطن الهيفي ميتال وبتحتل المرتبة الأولى عالمياً مع أكبر نسبة لفرق الميتال على عدد الأفراد. رياضة رمي الهواتف الخلوية هي رياضة رسمية بفنلند، وفي هواتف مجانية وين ما كان بهالبلد. من الرياضات الغريبة الثانية صيد البرغش، لعب كرة القدم بالمستنقعات، رمي الأحذية المطاطية، وفي بطولة لحمل الزوجات وجائزتها وزن الزوجة من البيرة. مين قال إنه ضبط السرعة بفنلند وصل مرة ل 200 ألف دولار؟ أنا قال. بشوفكم بكره.